مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بمشاهدي الظفرة عبر حلقة جديدة من مساء الإمارات، حلقة مليئة بالفقرات المتنوعة، أخبار محلية عربية وعالمية. معكم خديجة وسالم. مساء الخير يا سالم. مساء النور والسرور والورد والفل والياسمين. شو هذا؟ شو هذا التألق؟ المزاج اليوم رائع ما شاء الله، وكل يوم إن شاء الله. خلينا بس أمسي على مشاهدينا وأرجع لك خديجة. يلا. مساء الخير مشاهدينا، مساء قناة الظفرة المميزة وبرنامج مساء الإمارات بمواضيعنا المحلية العربية وأيضا الدولية، ساعة ونصف على الهواء. أكيد بنكون وياكم أنا وخديجة، بنطرح هذه المواضيع، بنتناقش فيها، بنتثقف معاكم إن شاء الله في هذه الحلقة. وأولى العناوين عندك يا خديجة. نعم سالم، أولى عناويننا مشاهدينا، خارطة طريق إماراتية لشبكة الجيل السادس 6G. ما شاء الله، اليوم دولة الإمارات يعني بالعالم الرقمي وصلت ابعادها، ما نعم. فما بالك اليوم هناك يعني اصبحت ابو ظبي ودبي من اذكى مدن العالم العربي في يعني خلينا نقول في العالم العربي في هذا اليوم طلعت هذه الدراسه، فهذا اندل يدل على التطور الكبير. نعم. على الدراسات اللي قاعده تصير، على التطور التكنولوجي والرقمي المبهر اكيد مشاهدينا. الى عنوان اخر، بعد اعلان بريطانيا عن مسابقه جمال الذكاء الاصطناعي، سؤال يطرح نفسه، هل سينتهي عصر الجمال البشري مشاهدينا ام لا؟ شو رايك خديجه؟ يستحق هذا السؤال والموضوع الوقوف عنده بصراحه. لازم. يعني هل سينتهي الجمال الطبيعي؟ ما ندري الصراحة، يعني هو اسمه طبيعي فلازم ما ينتهي. أنا أشوف أنه مثلاً دام أني أنا أقدر أصنع الذكاء الاصطناعي وأسوي له جمال، أقدر أحط المعايير اللي أبغيها، لكن اليوم الجمال البشري لا يضاهيه جمال طبعاً. جمال الخالق صح؟ في خلقه أكيد. فلذلك اليوم بنقف عند هذا الموضوع أنا وياكم مشاهدينا وأيضاً خديجة، بنشوف شو أبعاده وشو أنا لا أرضى أنا لا أرضى، أنا وجمال طبيعي. جمال طبيعي. وفي عنوان آخر مشاهدينا، البودكاست عصر جديد من الإعلام الرقمي. يعني شفنا نحن سالم وايد مؤخرا مشاهير ممثلين إعلاميين للإعلام التقليدي الكلاسيكي وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يستخدمون البودكاست في الشهرة، الانتشار، المحتوى، فصار يعني فعلا هو موضة العصر. حتى قمنا نشوف على التلفزيون اليوم عدة مذيعين وإعلاميين صحيح. كبيرين في قنوات معروفة يسوون يعني اليوم بودكاست. نعم. حتى نحن عندنا اليوم في قناة الظفرة برنامج بودكاست. صحيح، يمكن نحن نسوي بعد برنامج بودكاست. نعم. كشفت هيئة تنظيم الاتصالات مشاهدينا والحكومة الرقمية عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة بالجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك. وبأخبركم مشاهدينا أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار ضمن قطاع الاتصالات. خلونا نتعمق معاكم أكثر، نروح لهذا التقرير ونرد أكيد للنقاش. استجابة للمشهد المتطور للاتصالات المتنقلة الدولية في دولة الإمارات، كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية أو ما يعرف بالجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك. وكانت دولة الإمارات بدأت بنشر شبكة الجيل الخامس في عام 2018، حيث كانت رابع دولة عالمية في إطلاق الجيل الخامس. وتشمل مجموعة القدرات الجديدة التي ستقدمها شبكات الجيل السادس القدرات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الافتراضية للشبكات والقدرات المتعلقة بالاستشعار والتغطية الشاملة، في حين سيتم تحسين القدرات الحالية للجيل الخامس. ومن المتوقع أن تدعم شبكة الجيل السادس الاستخدامات الجديدة بما في ذلك الاتصال الرقمي للحواس البشرية في جميع أنحاء العالم مع زمن وصول منخفضة ودقة عالية وتمكين المزيد من قدرات الروبوتات الذكية. الجدير بالذكر أن خطة الجيل السادس في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، حيث يمثل هذا المشروع التزام دولة الإمارات بالحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار ضمن قطاع الاتصالات وتوفير اتصال عالي الجودة وآمن لمجتمعها واقتصادها. إلى
إذن الجيل السادس بنتكلم عنه أكثر. نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور حمد خليفة سويدان النعيمي، باحث في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. مساء الخير دكتور. مساء النور وحياكم الله. الله يحييك دكتور. تقنية الجيل السادس، يعني الانتقال هذا الرقمي كيف سيطغي ويجوب الحواس الخمس للإنسان؟ بداية المشوار أشكركم على الاستضافة. واجب، وبالعكس واحدة من الشغلات المهم والواجب توافرها في الفترة الأخيرة التوعية بخصوص التقنيات المستخدمة في الوقت الراهن. وأعتقد تقنية الجيل السادس قيد التطوير وقيد الإنشاء. إذا بنتكلم فقط عن جزئية الجيل الخامس، ترى التقرير يقول 40 دولة حول العالم فقط تستخدم تقنية الجيل الخامس، ونحن ولله الحمد هي تنظيم الصلاة في الفترة الأخيرة. نعم. بدوا يشتغلون على تقنية الجيل السادس من أبحاث وتطوير، وجمهورية الصين الشعبية ردي طبقت المنظومة هاي. نعم. ولكن شقايل بتأثر على الحواس أو شقايل بتأثر على البشرية، أعتقد راح يكون لها تأثير وايد إيجابي. من يومين كان سمو الشيخ سيد بن زايد الله يحفظه مجتمع لمنظومة الاقتصاد الرقمي. وأعتقد منظومة الاقتصاد الرقمي، وبما أن نحن دولة صار لنا التحول الرقمي شغالين فيه من فترة، منظومة الجيل السادس أو خلينا نقول الجيل الخامس، شوفي لين وين وصلتنا. نحن قاعدين نتكلم عن اقتصاد رقمي، عن تقنية معلومات، صحيح، عن حكومة ذكية، عن منظومة ذكية، منظومة رقمية، حتى الشعب رقمي. ثلاثة أرباع التقنيات المستخدمة في المجال الطبي، في المجال التعليمي، في شتى المجالات، كل الأنظمة والتقنيات اللي قاعدة تستخدم في الفترة الحالية، ومن ضمنها الذكاء الصناعي، يعتمد اعتماد كلي على سرعة الوصول. نعم. هذا جيل خامس، فما بالك السادس؟ طيب طبعا. طبعا إذا ضربنا مثل بسيط ومتوفر، إذا العالم كلهم يبون يطلعون عليه، تنزيل فيلم من أي موقع على الإنترنت على تقنية الجيل الرابع، لو قلنا حجم الفيلم 2 جيجا بايت، نعم، ياخذ اكثر عن 10 دقائق تقنيه الجيل الرابع هاي. نعم. الجيل الخامس ياخذ له 3 دقائق الى دقيقتين ونص، نفس الحجم. نتكلم عن الجيل السادس، مش فيلم واحد، ثواني، مش فيلم واحد، اكثر عن 100 فيلم خلال ثواني. ثواني معدوده. طيب طبعا باي وان كليك ممكن تنزل، خلينا نقول احد المنصات كلها عندك على اللابتوب اليوم. يعني تكلمنا عن الجيل الرابع واستخداماته ونعرفه واستخدمناه كلنا، والجيل الخامس كذلك، لكن اليوم الجيل السادس، خلينا نقول شو هي الاستخدامات اللي بتتيح لنا هذه التقنيه، ما كنا نشوفها في بعض التقنيات الاخرى مثل الجيل الخامس وايضا الرابع. صحيح، نحن ولله الحمد صار لنا اكثر من 6-7 سنوات ونتكلم عن المدينه الامنه. نعم. آخر فترة صرنا نتكلم عن المدينة الذكية. واحدة من الاستراتيجيات اللي راح تطبق أعتقد مدينة الشيخ محمد بن راشد الذكية. تقنية الجيل السادس راح تسمح لإنترنت الأشياء، اللي هي عبارة عن كل الأجهزة اللي موجودة في البيت، في الحياة اليومية عندنا، مرتبطة بالإنترنت، تغنيك عن وصلات الكيابل والدنيا هاي كلها. فإذا اليوم نحن قاعدين نقول مدينة آمنة أو مدينة ذكية، قاعدة تطبق منظومة الجيل الخامس، فباشر منظومة الجيل السادس راح تساعد كثير في حفظ المدينة هاي وتطويرها بشكل، البارحة كنا نقول خيال علمي. نعم. اليوم ما عاد في شيء اسمه خيال علمي. النظارة الفي آر الفيرتشوال رياليتي على تقنية الجيل السادس راح تكون هي التقنية اللي تقول وين كنا وين صرنا. يا سلام. أعتقد القيادة العامة لشرطة عجمان عندهم التقنية هاي مستخدمة، ولكن على الجيل الخامس.
بما أن مجودي الخدمات عندنا ولله الحمد احنا في دولة الإمارات واحدة من الدول السباقة في تطبيق منظومة وتقنية الجيل الخامس. القيادة العامة لشرطة عمان عندهم منظومة الفي آر الفيرتشوال رياليتي، تلبس النظارة بإمكانك تزور أي مركز شرطة وانت في البيت في أي مكان. تعقيبا على كلامك دكتور، يعني ذكر زميل سالم، بس سأكرر وأؤكد أن أبوظبي هي المدينة رقم واحد عربيا وعالميا كمدينة ذكية، ودبي هي رقم اثنين، فهذا مو بشيء بعيد على دولة الإمارات وإماراتها السبع بشكل عام. صحيح. تكلمت عن أن إيش قد الفرق بين الثواني والدقائق بين الجيل الخامس والسادس، بس قاعد يخطر لي التواصل البشري مع الأفراد في الجيل السادس، كيف سيعزز هذا التواصل؟ يعني إحنا الحين ما نشوف بعض اجتماعيا بسبة التواصل الإلكتروني، الجيل السادس شو اللي راح يضيفه أكثر عن شذي؟ يمكن في آر، هذه واحدة من الشغلات، ولكن نتكلم على الفائدة للبشر. نعم. مش حتى من ناحية التواصل، خلينا نقول ناحية النقل والمواصلات. كيف؟ بقول لك كيف، بس بذكر القطاعين الثانيات. نعم. اللي هو قطاع التعليم والقطاع الصحي. تمام. قطاع النقل والمواصلات تم اعتماد استراتيجية النقل الآلي والذكي أو الإلكتروني من قبل مجلس الوزراء من يومين. تمام. أعتقد أن احنا سباقين في الأمور هاي. الشيخ ذياب بن محمد الله يحفظه دشن أحد المؤتمرات والمعارض اللي في أبوظبي من يومين، ونحن راح نكون أول دولة في الشرق الأوسط عندها التاكسي الطائر. يا سلام. اللي هو بتاريخ بعام 2026 بيكون متاح اليوم في دولة الإمارات إن شاء الله. تقنية الجيل السادس وسرعة نقل البيانات فيها، ونقول زيرو داون تايم لنقل البيانات، راح تمكن الطيارة هاي من التواصل مع غرفة العمليات بشكل أسرع. الباص اللي موجود اليوم عندنا، ولا التاكسي اللي موجود اليوم عندنا، ولا السيارة الآلية، إذا فيها سرعة نقل بيانات راح تكون وايد سلسة وايد سهلة، ما راح نشوف زحمة، واستجابات سريعة بالتالي. نعم. الحين إذا نحن طلعنا على جزيرة ياس، موجود فيها باص شغال أوتونومس، اللي هو باص تحت الطلب، باص موجود أعتقد من المري ياس مول لين منطقة الفنادق رايح جاي، هذا إلكتروني أوتونومس بدون سايق، شغال على الجيل الخامس. الجيل الخامس جزاهم الله خير مؤسسة الإمارات للاتصالات طبقوه، وأعتقد في كورنيش عمان بعد نفس الشيء في واحد من الباصات اللي موجودة. فنحن قاعدين نتكلم فقط على جزئية النقل والمواصلات. نروح على منظومة التعليم، الصحة والتعليم. منظومة التعليم ولله الحمد نحن خطفنا على مرت علينا جائحة كورونا. نعم. ولله الحمد كنا من الدول السباقة والدول. صحيح. اللي قامت باستراتيجيات وخطط لتفادي وقوف أي خدمة وأي عملية حياتية للبشر. نعم. التعليم ما وقف. منظومة الجيل الخامس المطبقة موجودة، ولكن لو منظومة الجيل السادس بعدها موجودة، ثلاثة أرباع الشركات مش إلا روحوا بيتكم، لا روحوا أي مكان، سيروا بعيد واشتغلوا. نعم. إيه نتكلم عن منظومة الصحة. توني قاعد ويا الزملاء وأقولهم فرضا واحد مركب السنسر مال السكري. تمام. وطالع يسوق روحه في البر ولا في أي مكان، غرفة عمليات الصحة عندهم مبادرة خلينا نقول مستقبلا أن يتابعون المرضى هذيلة كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة. أصحاب الأمراض المزمنة يتابعونهم 24/24 ومركبين هالسنسرات في ساعات، ولكن رد البيت وشبكيها وتطلع البيانات. بس لو نقول إن في سنسر هنا وسنسر هنا وحتى على القلب. نعم. وهذا الشايب ولا هذا الشخص أغمى عليه، فسرعة الاستجابة هنا بتكون أسرع. وسوق السيارة منو بدريبة وبروحة. نعم. مثلا. صحيح. ايه غرفة العمليات عندها الكونكشن والتواصل شغال على السنسر هذا، عرفوا مكانه حددوا موقعه، ياس يقرأ الجهاز
النبض والضغط والدنيا هاي كلها. فبالعكس هاي وايد راح تفيدنا بالفعل تماما. يعني اليوم طبعًا حلوه هذه التقنيه وحلوه دوله الامارات انها خلينا نقول تستثمر في هذه المجالات وطورت وايضا خلينا نقول اتاحت اليوم مثل هذه التقنيات انها تدخل في دوله الامارات. اليوم السؤال هنا مع هذا التطور والتطور المبهر والجميل يعني حقيقه كيف يتم تطبيق التزام دوله الامارات لانها دوله مستدامه وذات رؤيه مستدامه الى ابعد الحدود مع هذه خلينا نقول البيئه الشموليه الرقميه في مشروع الجيل السادس؟ ولله الحمد نحن صار لنا فترة من بداية الألفية لما الاستراتيجية طلعت أن نتحول إلى حكومة إلكترونية، حكومة بلا ورق. نعم. صار في عندنا خطط واستراتيجيات، خطط طويلة الأمد وخطط قصيرة. نعم. 2003 بدأت الحكومة الإلكترونية، 2009 بدأت الحكومة الذكية، 2019 بدأت حكومة الذكاء الصناعي. وأعتقد استراتيجية الإمارات 2071 تحتها عدد كبير من المبادرات والاستراتيجيات اللي ما لها نهاية. واحدة من الشغلات اللي تتكلم عن الاقتصاد الرقمي تطوير منظومة الجيل السادس. المبادرة الثانية مليون مبرمج عربي. المبادرة الثالثة جذب الاستثمارات التقنية للمنطقة. ولله الحمد في الفترة الأخيرة قاعدين نشوف بالفعل شركات كل يوم، الفجيرة، عمان، الشارجة، رأس الخيمة، تقول لك والله 40 50 60 شركة يوميا قاعدة تسجل عندي. نعم. وهذا مش من فراغ، هذا كله أكيد تخطيط. الشغلة اللي قاعدين يقومون فيها عبارة عن تخطيط استراتيجي شقايل، نحن راح نتبنى تطبيق تقنية الجيل السادس وين الأهداف المشروعة اللي راح تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الرقمي واللي يعود على بالفائدة للمجتمع والوطن والمقيم والمواطن بشكل عام. يعني اللي وصل دكتور للفضاء يوصل للجيل السادس. نعم. طيب 2030، قبل 2030 خطة خلينا نقول تطبيق هذا المشروع اللي هو الجيل السادس، شو الخطوات اللي ستعتمد لأجل التطبيق؟ خطوات مش بسيطة. بداية المشوار مثل ما قلت في تقرير صادر من أحد المعاهد التقنية يقول أن 40 دولة حول العالم لين اليوم مستخدمين تقنية الـ 5G. نعم. 40 دولة من 200 وشوي. نعم. حول العالم. جمهورية الصين طبقت الجيل السادس على مدينتين وتقريبا 20 مليون نسمة. لقوا ان في وايد تجاوب ووايد ايجابيات من خلال تطبيق التقنية هاي. نعم. بالنسبة لنا نحن هم متوقعين 2028 يتم تطبيقها، يطلعونها تجاري. تمام. ايه بالنسبة لنا اعتقد نحن الخطوات المبدئية راح تكون وضع الخطط والاستراتيجيات المبدئية والأفكار لتبني مشروع تطبيق الجيل السادس. واحدة من التحديات اللي ممكن راح نواجهها، تقنية الجيل السادس تختلف عن الجيل الخامس حتى من مبدأ الهواتف الذكية. كيف بيأثر نظامها؟ أعتقد الهواتف الذكية في منها ما تشتغل على الجيل السادس. صحيح. أوكي. الفترة الأخيرة لما تم إطلاق شبكة الجيل الخامس العالم قامت تدور الأجهزة اللي تدعم شبكة الجيل الخامس. لأن اليوم بعدها في السوق عندنا يعني النوكيا الصغير هذا ببطاقتين إذا ما خاف ظني، هذا بعده على 2G. لأن احنا نتكلم 2G عبارة عن صوت ومسجات وجزء من النص مفقود بعد. وجزء من النص مفقود. شبكة الجيل الثالث تونا نقول بسم الله. صحيح. في بداية الانترنت اللي يعلق يوصل ويتم يدور ويدور. بالضبط. الجيل الرابع بدأت الطفرة في الانترنت. نعم. فهذه واحدة من التحديات، البنية التحتية. ولله الحمد نحن واحدة من الدول اللي بنيتها التحتية وأكبر دليل ومثال على اللي صار خلال الفترة الماضية من الأمطار. نعم. ما أعتقد حد تكلم عن مزود الخدمات إن كان الاتصالات أو دو، إن لا والله تضرروا ياهم ماي وانقطعت الاتصالات ولا انقطع النت عندنا في البيت ولا لا 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 لا. حتى العمل، المدارس، كل شيء عن بعد.
هذه بنية تحتية صح. يا سلام. نقول ولله الحمد عايشين في دولة بنيتها التحتية لا يعلى عليها بالفعل نهائيا. فواحدة من التحديات ممكن تواجهنا في استبدال المعدات واستبدال الشغلة، مش ولكنها بسيطة. طبيعية، خطوة طبيعية عشان نواكب كل ما هو جديد يعني. ودولتي مرة دائما ما تطبع خلينا نقول هذه الصعوبات صحيح. والتحديات لصالحها ومصلحتها. نعم. وأكبر دليل الحالة الاستثنائية اللي مرت على الدولة مثل ما ذكرت قبل أسبوع. أكيد نشكر حضورك معنا دكتور حمد خليفة سويدان النعيمي، باحث في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير. شكرا لك. شكرا دكتور، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذن مشاهدينا من الجيل السادس إلى الجمال البشري، وخلنا نقول المفارقة بينه وبين الجمال أو الذكاء الاصطناعي بعد هذا الفاصل، لا تروحوا بعيد. مساء الخير مشاهدينا ومرحبا مليار، أكيد مرة أخرى في برنامج مساء الإمارات. سؤال أو خلنا نخبركم عن شيء اليوم أصبح مبهر، هناك جمال ينافس الجمال البشري. مشاهدينا لطالما احتلت النساء الجميلات مكانة متميزة على صفحات وأغلفة مجلات الأزياء، يجذبن الأنظار ويضيفن سحر خاص، لكن يبدو أن عصر هذا السحر قد يواجه تحدي جديد لم يكن متوقعا. والتحدي هذا خاصة بعد الإعلان عن أول مسابقة مس أي آي لملكة جمال الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وحيث تقدم هذه المسابقة مئات الشخصيات الرقمية المصممة بذكاء فائق لتجسد ذروة الجمال كما تحددها خوارزميات الذكاء الاصطناعي. في السؤال، هل سيؤثر هذا الإبداع الرقمي على جمال النساء الحقيقيات؟ خلنا نشوف تقرير. يبدو أن عصر النساء الجميلات اللواتي كن يتصدرن صفحات المجلات وأغلفة الأزياء بدأ يواجه تهديداً جديداً، فبينما هن مشغولين بالتقاط صور السيلفي وتحديث حالاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تسلل الذكاء الاصطناعي بصمت ليعلن عن تفوقه بطريقة جديدة لم يتوقعها أحد، وذلك بعد إطلاق إحدى الشركات البريطانية مسابقة عالمية لملكة جمال الذكاء الاصطناعي تحت اسم Miss AI. المئات من الشخصيات الرقمية ستدخل المنافسة على اللقب، وكل واحدة مصممة ببراعة لتمثل ذروة الجمال كما تراها خوارزمياتها في مسابقة تتيح للذكاء الاصطناعي أن يبدع في عرض قدراته على توليد صور لا تشوبها شائبة وأساليب تصميم تتجاوز ما يمكن للعين البشرية تمييزه. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يسعى فقط لمحاكاة البشر بل لتخطيهم بطرق لم نتخيلها بعد. إن فكرة جمال الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تغيير كيفية اختيارنا لملكات الجمال، بل تمتد لتؤثر على صناعات الأزياء والإعلانات التي كانت تعتمد تقليدياً على الجاذبية البشرية. ومع كل شخصية رقمية تنافس بكفاءة وجمال، نجد أنفسنا نتساءل، هل سيصبح الجمال البشري مجرد ذكرى نستعيدها في الألبومات القديمة في منافسة مع من لا يحتاج إلى كريمات مكافحة التجاعيد أو زيارات صالونات التجميل أو ناد رياضي للحفاظ على اللياقة؟ مشاهدينا وعن نفس الموضوع لمعرفة التفاصيل أكثر نرحب بضيفنا اللي انضم لنا عبر خدمة الزوم من بريطانيا بلال أسعد، خبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. حياك الله ومساء الخير من مساء الإمارات. مساء الخير أستاذ بلال. مساء النور عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا. حياك الله. يعني هذه التقنية اليوم أو هذه مسابقة الجمال هذه بتسوي ضجة بين خلنا نقول أخوتنا النساء. نعم. لكن ما هي التقنيات اللي ممكن أو التي استخدمتها لتصميم شخصيات مس AI؟ تمام. الآن بشكل عام هناك ثلاث تقنيات أساسية.
او عشان نفهم انه الاي اي كيف يشتغل بشكل نعم عام، انا لازم اتعلم اليا، انا لازم اخلي الخوارزميه تتعلم، فراح اجمع كميه كبيره من الصور، من الفيديوهات، من الابحاث، ايضا من معايير الجمال بشكل كتابي، لاجعل الخوارزميه تتعلم. بعد ذلك ساجعل خوارزميه اخرى تقوم بالتوليد العميق او بما يسمى التحوير العميق، اقوم بترجمه هذه الامور التي تعلمتها الاله الى صور او فيديوهات لتظهر لي. ومن بعد ذلك ساقوم بتقديم هذه النتائج الى تقنيه ثالثه او تقنيه اخرى، وهي التصميم ثلاثي الابعاد التي كانت تسمى 3D، لكن وصلنا نحن الى 5D 6D ايضا 7D. التصميم الثلاثي الابعاد بالتقنيه الحاليه المستخدمه يظهر الكثير من التفاصيل التي لم نكن نتخيلها ونتوقعها في السابق. تفاصيل تكون تظهر فقط بالكاميرات المتقدمه والمتطوره التي نشاهدها بالتصوير العام حاليا. فهذه بشكل عام، بشكل مجمل ومختصر جدا، التقنيات التي تم استخدامها لإنشاء مثل هذه الصور. طيب، هذا بشكل عام أستاذ بلال ومختصر، راح أدخل شوي في التفاصيل أكثر. يعني سمعنا التقرير أستاذ بلال ذكر أن أثناء انشغال السيدات بجمالهن تسلل الذكاء الصناعي بملكات الجمال، وبالتالي كيف يحدد هذا الذكاء الاصطناعي معايير الجمال؟ سؤال ممتاز جدا. طبعا مثل ما ذكرت، هناك كثير من المنظمات وكثير من الشركات اللي تضع معايير الجمال، معايير لملكات الجمال او معايير للجمال بشكل عام، نعم يعني طريقة الأنف، طريقة الوجه، طريقة الشفاء، طريقة العينين، رسمة العينين وما إلى ذلك. نعم بالمقارنة، كثير من المنظمات تقارن هذه المعايير بصور، يعني لنقل مثلا رسمة العين، فنضع مثال لرسمة العين التي تعتبرها هذه المنظمة كمعيار من معايير الجمال. نعم تتعلم الآية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي من هذه الصور أيضا ومن هذا الكلام المتوفر. كثيرا ما سمعنا في السابق، أيضا هناك بعض البرامج أو التقنيات التي ظهرت مؤخرا من شركة أوبن أي آي، مثل تقنية صورة لم تطرح للعامة بعد، لكن تقنية صورة أنت مجرد ما تكتب له كلام، يعني لنفترض أقول له أرسم لي شخص طويل أشقر ذو لحية عريضة ذو عينين متسعتين، سيقوم هو بالبحث وتوليد صورة مطابقة لكلامك. فهنا أصبحت العملية عكسية، أنا أتعلم من المعايير المكتوبة مقارنة بالصور التي تتوفر في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، إنستغرام، تويتر، تيك توك، وات إيفر، أتعلم من هذه الأمور كلها وأخلق لك نتاج متميز بناء على المعلومات التي بس اللي هي استمديتها من أساسها الأماكن بشري، المتوفرة. صح، هي أساسها بشري لهذا الاستمداد، يا من مرجع البشر، صورنا نحن الحقيقيون. نعم نعم هي امتداد لصنع البشر، نعم امتداد لبشرية الكون الموجودة، لكن يقوم بالتلاعب والتحسين للمظاهر المتواجدة. فمثلا يصعب جدا، مثلا من مو يعني لا نقول انه لن يتواجد، لكن صعب جدا ان تجد شخص محدد او شخصية محددة يتوافر فيها جميع معايير الجمال صحيح. المذكورة في الواقع. نعم لا، ماذا يقوم به الاي اي؟ الاي اي ياتي ويظهر شخصية متوافرة فيها جميع المعايير الموصوفة، حيث توصل لمرحلة أنك من الصعب جدا أن تلاحظ هناك خلل في بعض المعايير، لا في شكل الوجه، لا في رسمة الوجه، لا حتى في نعم رسمة رموش العين. نعم يعني أستاذ بلال، اليوم بعد ما تعلم الذكاء الاصطناعي من المعايير أو معايير الجمال البشرية وطبقها على نفسه، فمثل ما ذكرت نادرا أنك تحصل خلل واحد في معايير الجمال لدى الذكاء الاصطناعي. اليوم سؤال، هل تعتقد بعد كل هذا أن الذكاء الاصطناعي بيهدد مستقبل صناعة التجميل؟ الآن الجواب راح يكون بقسمين، في تفضل. في 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 ناس في ناس طبعا راح ما راح تحب الجواب اللي راح أقوله، وفي ناس راح تحب الجواب اللي راح أقوله. تفضل. طبعا في صناعة التجميل في وظائف قد تختفي من صناعة التجميل، بالمقابل ستظهر هناك وظائف أخرى أو وظائف تتولد من وجود الذكاء الاصطناعي. من الأخبار الجميلة في صناعة التجميل قد يكون توفر تطبيق الميك أب على صورة الشخصية أو على صورة المرأة من غير التواجد في صالونات التجميل. يعني مثلا هناك فتاة تريد أن تذهب لتضع نوعا ما من أنواع الميك أب أو نوعا ما من مستحضرات التجميل، نعم ترغب أن تعرف كيف سيكون
المخرج أو النتيجة في الآخر، قد مهم. تستطيع الوصول إلى مرحلة نضعها افتراضيا لنعرف كيف سيكون النتيجة في الآخر، بناء على ذلك نقرر هل نفعل هذه العملية أو لا جميل نفعلها. تمام أيضا قد نصل إلى موضوع ما يسموه الشخصنة، يعني ليس كمفهوم أنه شخصنة شخصنها معك، لا، لكن أنا شخصنة المنتجات. يعني مثلا هناك منتجات تناسب، لنأتي على سبيل المثال شخصية اسمها مريم، وهناك منتجات تناسب شخصية اسمها شخصية أخرى اسمها زينب. فزينب تريد حصول على منتجات مثلا تظهر شخصيتها ووجهها مثل ما وجه مريم واضح الآن أو متواجد الآن. فنسأل الذكاء الاصطناعي المستحضرات أو الأدوات المناسبة لوجه زينب حتى تقوم بإخبارها ماذا تريدين وماذا سيكون لك أو ماذا ستحتاجين لتصلين إلى النتيجة التي ترغبين الوصول إليها. هذا في شيء جميل. المقابل، نعم تفضل. في المقابل هناك بعض الوظائف التي تساعد في اختيارات المستحضرات، في هناك بعض الوظائف هذه تعتبر لاختبارات فوائد، هذه تعتبر فوائد الذكاء الاصطناعي في مجال الجمال. نعم، تمام. لكن السلبيات هناك الوظائف التي تقوم بعمل هذه الوظائف، الوظائف التي تخبرك أنك أنت سيناسبك هذا المستحضر بدل هذا المستحضر للأسباب التالية، الوظائف التي تقوم بالبحث خلف استحضار أو تصميم هذه المنتجات. أيضا هناك الكثير من البري سيشن او بري سكريننج، يعني انه هناك بعض الاشخاص اللي هم مثلا في الاستديو، نعم. الخبير في الميك اب او خبير في التجميل قبل الظهور على شاشه التلفاز او قبل الظهور على شاشه اي شاشه او تصوير سينمائي فقط، سنقوم باختصار كثير من عمل هؤلاء الاشخاص باستحضار كل المتطلبات لعمل او للخروج بصوره محدده في الامام. فبالتالي هناك الاشخاص الذين يقومون بتحضير الخطوات او تحضير المتطلبات او تحضير هذه الامور يمكن الاستغناء عنهم بالذكاء الاصطناعي. ايضا قد نصل الى مرحله ان نقوم باخبار الذكاء الاصطناعي انني ارغب في الحصول على المنتج الفلاني، ويقوم الذكاء الاصطناعي بالاستعانه بطابعات الثلاثيه الابعاد بعمل المنتج الفلاني للشخص. يا سلام. وبالتالي سنصل لمرحلة يعني متقدمة جدا، لكن لا نقول حالا بعد شهر شهرين، لكن هناك إمكانية للوصول إلى هذه المرحلة وإلى هذا البعد. نعم أستاذ بلال، بعد كل هذه خلينا نقول المميزات اللي يحتويها الذكاء الاصطناعي، السؤال هنا كيف يمكن حقيقة لهذا الذكاء الاصطناعي أنه يساهم في تعزيز الثقة بالنفس والصورة الذاتية عند البشر؟ ممتاز جدا. الآن يختلف الموضوع عن الذكاء الاصطناعي، أو بشكل عام لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط، لكن أيضا يعتمد على طريقة تغذية العقل البشري. يعني نحن الآن نشاهد كثيرا صور في السوشيال ميديا، في الإنستغرام، في اليوتيوب، في تويتر وما إلى ذلك. تركيبة العقل البشري عندما تشاهد موضوع محدد أو صورة نمطية محددة بشكل مستمر، فيتبرمج الشكل أو يتبرمج العقل أو التفكير البشري على أن هذا هو الجمال. الجمال لابد أن يكون بهذا الشكل، الجمال لابد أن يكون بهذا الشكل، لكن ينسى أن الجمال بشكل عام أو بطبيعته هو شكل نسبي أو شيء نسبي. بالضبط. قد أنا أرى شخص فلاني أو شخص أو شخصية أو حتى مثلا لنقل كوب محدد، يعني مثلا هذا الكوب أنا أراه جميل جدا، لكن قد لا ترونه جميل، قد ترونه صحيح. والله سادة ومو ملون و useless، يعني ما أحبه. نعم. هذا بالأخير يبقى نسبيا على شكل ما يريده الإنسان، ما يحبذه الإنسان. نعم. هناك أيضا من المخاوف التي قد تؤثر على عقلية الإنسان أو تفكير الإنسان، اللي هي أننا لما نظهر أو أعلننا عن هذه المسابقات وما إلى ذلك، أن هناك أشخاص يمكن أن يكونوا يعني وجوههم أو أشكالهم تحتوي على جميع معايير الجمال. بالتالي عندما يرى الإنسان نفسه في المرآة ويرى صورته ويرى الصورة المقابلة، سيشعر بإحباط كبير جدا، أن هناك فرق كبير، كيف يمكنني أن أصل إلى هذا المستوى. قد يدفع الكثير من الناس إلى اللجوء إلى مثلا عمليات، اللجوء إلى صحيح. مستحضرات خطيرة قد تؤثر على صحتهم. صحيح. بالتالي
الوعي اللي لابد أن ننشره للناس، أن الوصول إلى المرحلة التي وصلها الذكاء الاصطناعي في خلق معايير جديدة وخلق أشكال جديدة، لا يمكن للشخص العادي الوصول إلى هذا الشيء، لأن هذا عبارة عن جمع معايير من عدة أشكال ومن عدة مناطق ودمجهم في شكل واحد وفي صورة واحدة. لا يمكن للإنسان أن يذهب ويغير عينه، يغير جمجمته، يغير فكه، يغير أسنانه. هذه الأشياء لن يصل إليها البشر، أكيد. لا يستطيع الإنسان بتغييرها نعم، طبيعة وهذه هي الحال. المفارقة اللي قد تجعل العامل البشري والنفسي والعقلي والروحي أنه يرغب أنه يوصل للذكاء الاصطناعي. ومثل ما ذكرت أستاذ أن الجمال نسبي، قد أرى شيء أو شخص جميل ولكن الآخر يراه عادي أو يمكن حتى غير جميل، وكما يقال لو تشابهت الأذواق لبارت السلع. وفي إحدى اللوحات وضعوا أجمل ملامح لأجمل السيدات، طلعت أبشع امرأة في صورة، وبالتالي نرجع ونقول أن الجمال نسبي والقناعة والرضا حلوة والثقة بالنفس. بلال أسعد، خبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كل الشكر لك. العفو، أهلا يعطيك وسهلا. ألف عافية، شكرا لك. إذا شو رأيك أول شيء قبل ما أروح للي عقبه؟ لا، أنا مع الجمال البشري دائما، لأن صح؟ في معايير ما تتغير في الجمال البشري، مهما خلينا نقول مهما كثر من الذكاء الاصطناعي من معايير، مهما تعلم منه. اليوم مثل ما ذكر الأستاذ أسعد أن الذكاء الاصطناعي ياخذ معايير الجمال لدى خلينا نقول المودلز اللي عنده من الجمال البشري، بالضبط. فنحن الأساس. صحيح. بعدين الجمال البشري في روح، بالفعل في روح، في حركة والجمال جمال الروح. ومن الحديث عن الجمال وسحره سنبقى في الجمال والسحر، ولكن إلى سويسرا وسحر جمال الطبيعة لنتابع. تتميز السياحة في سويسرا بالعديد من المعالم والأماكن الرائعة المنفردة بمناظرها الطبيعية وبجبالها وبحيراتها الخلابة. تقع سويسرا في غرب قارة أوروبا، تحدها ألمانيا من الشمال وفرنسا من الغرب وإيطاليا من الجنوب والنمسا من الشرق. ونظراً لتوفر معالم سياحية في سويسرا بكثرة، فقد جعل منها دولة سياحية من الطراز الأول. لذا تابع معنا تقريرنا التالي الذي سنتحدث فيه عن أجمل مناطق سويسرا وأكثرها سحراً وجمالاً. تتعدد الأسباب التي يمكن أن تقودك إلى السياحة في سويسرا، لعل أبرزها جبال الألب السويسرية، أشهر وأكبر وأعلى سلسلة جبلية في العالم، التي لطالما كانت حلم الآلاف بالوصول إلى قممها. تعد سويسرا من أفضل وجهات السفر لمحبي الطبيعة في العالم، التي تجتمع فيها أصالة وهدوء وطبيعة الريف الخلابة جنباً إلى جنب مع عصرية المدن وصخبها، بالإضافة إلى المتاجر ومراكز التسوق الحديثة التي تقع في أقدم شوارع المدن ذات التاريخ العريق. كما تحتضن سويسرا أيضاً أعرق المتاحف التاريخية والبنايات، إلى جانب أقدم الكهوف على ضفاف بحيراتها الشهيرة التي لا تحصى وأنهارها التي تحيط بمدنها من كل اتجاه. تعد جنيف من أجمل المدن في سويسرا، حيث تقع على ساحل بحيرة جنيف الساحرة وتحيط بها جبال الألب، كما تشتهر المدينة بالمتاحف والمعارض والمنتزهات والمعالم المميزة. كل هذه الأسباب وأكثر جعلت من السفر إلى سويسرا أمراً مثالياً يلبي جميع الأذواق. صراحة خديجة، سويسرا من خلينا نقول أجمل جميلة. الدول المفضلة لدي دائماً، يعني ربعي يختارون هذه الأماكن الجميلة ويسيرون يصورون، وأنا ما أقدر أسير لأسباب مختلفة طبعاً، ولكن تبقى سويسرا جميلة بريفها، بأنهرها، بجمال خلينا نقول الخضار وجمال جبال الألب كذلك. نعم. خديجة، أتمنى لك سفرة قريبة جداً سويسرية. جداً جداً سويسرية إن شاء الله، تستاهلين إن شاء الله. مشاهدينا، بعد الفاصل عندنا صانع محتوى، بنشوف شو محتواه ومن هو أو هي، لكن خلوكم قريب.
رجعنا لكم مشاهدينا في مسانا الإماراتي لهذه الحلقة ومستكملين الفقرات. من شوي كنا نتكلم عن مواكبة التطور الرقمي وعن التجارب الجديدة للعالم الاصطناعي والذكاء الاصطناعي وحديث مواقع التواصل الاجتماعي عنها وغيرها من الأدوات اللي توجه فئة كبيرة من المشاهير مؤخرا إليها، مثل البودكاست اللي وصفوه بأنه عصر جديد من الإعلام الرقمي. وضيفتنا لليوم مشاهدينا إعلامية وصانعة محتوى توجهت مؤخرا من تجربة البرامج التلفزيونية إلى تقديم بودكاست عبر المنصات الرقمية. كيف جاءت الفكرة وهل من تحديات تواجهها؟ أكيد رح نسمع منها، لكن قبل ما نبدأ نشوف هذه المادة. البودكاست، هذا الفن الذي بدأ كهواية بسيطة لبعض الأشخاص قد تطور بسرعة فائقة ليصبح واحدا من أهم وسائل الإعلام في العصر الحديث. بتنوع مواضيعه وعمق حواراته وفر للمستمعين خيارات تفاعلية تتجاوز ما تقدمه البرامج التلفزيونية التقليدية. يعتبر البودكاست منصة للتعبير والإبداع، حيث يمكن للمقدم أن يكون صاحب مساحة حوارية أوسع دون الحاجة للخضوع للقيود التي تفرضها شبكات التلفزيون التقليدية. هذه الميزة جذبت العديد من المشاهير الذين وجدوا في البودكاست فضاءً واسعاً للإبداع والتواصل المباشر مع جمهورهم دون وسيط. مع انتشار الإنترنت وتقنيات الجوال أصبح الوصول إلى البودكاست أمراً في غاية السهولة، مما سمح بسرعة انتشاره وتوجه الجمهور العالمي نحوه. ويرى العديد من صانعي البودكاست أن هذه الوسيلة لا تتطلب الكثير من الإمكانيات الإنتاجية مقارنة بالبرامج التلفزيونية، مما يقلل التكاليف ويزيد من الفعالية. للحديث أكثر طبعاً نرحب بضيفتنا في الاستوديو إيمان بسيوني، إعلامية وصانعة محتوى. مساء الخير يا إيمان. يا مساء الفل. يا حالك؟ الحمد لله، يعطيكم ألف عافية. عافيتش ربي. بودكاست يا إيمان وايد فيه يعني هبة صارت مؤخراً لهذا المحتوى والتصوير والمجال، ليش برايتش؟ يعني عدة أسباب أنا حسب رأيي. يعني البودكاست اليوم فيه سهولة نوعاً ما في الإنتاج، في المحتوى نفسه، في الفكرة نفسها. يعني أنا كمان كوني إعلامية كنت في التلفزيون كل الوقت وخاضة على منظومة، يعني هيك حكينا طبعاً هيك بودكاست للمجال اللي أنت بدك إياته. يعني اليوم أنا بشتغل كمان بالإمارات في مجال العقارات، فجداً سهل إن أجيب العقارات على المحتوى برنامجي بطريقة اللي هي تفيد المواطن العربي، كون في الاستثمار، في الاختيارات الصحيحة، إذا كان في الطبخ، في مجالات الطبخ، في ناس بيحكوا في البودكاست عن الطبخ، عن الرقص، عن الفن، عن الإبداع، مجالات متعددة وعديدة. فهذا شيء بيوفر يعني أريحية للي بده يعمل بودكاست نكون على طبيعته. يعني هو المذيع والمخرج والكاتب والمنتج والرائي لهذا البرنامج، مفروض عكس يكون عنده الإعلام التقليدي. أكيد، يعني هو مفروض يكون عنده الرؤية تبعت نعم. البودكاست الخاص فيه. أكيد في عندي أنا جدا يعني تيم كبير، عندي تيم نعم. موجود في لبنان، بفلسطين، بتونس، اللي بيشتغلوا كلياتهم على هذا البودكاست لكل حد يطلع الأفضل ما يكون. جميل. ولكن هي رؤيتي بالنهاية، هي أنا اللي شو بدي أوصل للجمهور العربي. جميل. للحديث عن رؤيتك مثل ما ختمتي كلامك إيمان، اليوم خلنا نتكلم عن فكرة برنامجك اللي هو البودكاست واختيار إمارة دبي تحديدا لهذا البرنامج. إذا بدي أحكي لك أنه عن جد كلياته بترتيب ربنا سبحان الله. يعني أنه أنا بما أني كنت كمان إعلامية بفلسطين وبعد عندي برامج، يعني على الصيف رح أنزل إن شاء الله وكمل البرامج بفلسطين، لكن كمان أنا كنت إعلامية في الراديو وكان عندي برنامج الخاص في الراديو، فكنت دائما انه احس انه البودكاست بيناديني، يعني اني اعمل شيء اللي هو خاصه في البودكاست، لكن كنت اجل الفكره لحتى اشوف شيء قوي اللي فيه انا اكون مميزه، عندي بصمتي الخاصه في البودكاست، لانه زي ما انتم قلتوا هي هبه. حتى كان في مقال قبل كم يوم قراته انه في حمى البودكاست، فعلا اصبنا جميعا يعني بحمى البودكاست، انه الكل صار بده يعمل بودكاست والكل بده يحكي في بودكاست، فانا كنت بدي الاقي البصمه الخاصه فيي من بين كل هذا التنافس، فلذلك أنا اخترت الإمارات. يعني اليوم الإمارات ودبي تجمع عدد كتير كبير من صحيح. إذا كان صناع المحتوى، الفنانين، المبدعين، الإعلاميين، فلذلك أنا قلت وين أنا بقدر ألاقي هدول المبدعين كلياتهم في مكان واحد واللي بقدر أني أستضيفهم دبي بيئة مناسبة جدا.
فهي أرض خصبة لكل شيء إبداع، مش بس يعني بودكاست، كل شيء. أنا بفكر إنه اليوم دبي هي واحدة من الأماكن اللي الكل بحلم إنه يكون فيها، يعني في دبي دريم، كان مرة أمريكان دريم، اليوم بتخيل هي دبي دريم وإمارات الانطلاق. خلينا نقول طبعا زين إيمان، ذكرتي من شوي برجع لهذا التحول اللي الهبة اللي صايرة على البودكاست، قلتي إن في مجال إن تعرضين أفكارك محتواك بتنوع، ما في ثيمة معينة. عدا عن ذلك، هل ماديا هو أفضل؟ هل تأثيريا على الآخرين، بما أن الإعلام رسالته الأولى التأثير على الناس، فهل تحسين تأثيرك أقوى بالبودكاست عن الإعلام إن كان الإذاعي أو التلفزيوني، وبعد ماديا أفضل؟ بفكر التأثير هو نتيجة التفاعل المباشر مع الجمهور. يعني اليوم بالتلفزيون أنا بعمل برامج، كنت بس وانت بسمع ردود الأفعال لما أنزل على الشارع، لما أروح السوبر ماركت، لما ألتقي بالناس. لكن البودكاست بينطيني التفاعل بشكل مباشر، الناس بتعلق، تعمل لايك، تعمل شير، تبعت لك مسج، بتحكي لك، بتتواصل معك، فالتفاعل جدا أسهل. واليوم البودكاست إذا إحنا ملاحظين بأي مكان إحنا بنقدر نسمعه، بأي زمان إحنا بنقدر نسمعه، يعني فيش حد اليوم بفوتش على التليفون يمكن 8 ساعات بالنهار، فكل الوقت إحنا موجودين مع الجمهور بشكل مباشر، فهذا هو التأثير دايركتلي، لأنه تأثير أفقي يقال عنه، بالضبط نقدر نلمسه مباشرة. نعم. ماديا ما بتخيل، يعني بالآخر هي سبونسرز، وقديش بتقدر تجيب سبونسرز، والسبونسرز قديش هني مهتمين بهذا المحتوى، فهي وشطارتك يعني كيف أنت تجيبي هذا الموضوع لإلك أكتر. نعم. في كتير يعني بودكاست اللي هي ما قدرت تستمر بسبب هذا العامل المادي. المادي نعم. يعني هو ممكن يأثر جماهيريا بشكل كتير حلو، لكن ماديا ما في دعم. exactly. فممكن أنه يوقف بشي مرحلة. تمام. جميل جدا. اليوم أنت يا إيمان قدمتي برامج تلفزيونية وإذاعية أيضا، اليوم صورتي 3 حلقات بودكاست، أبعرف تجربتك خلال هذه 3 حلقات، وأيضا سؤال ثاني اللي هو كيف تنتقين ضيوفك اليوم؟ هل هم مثلا تقولين أنا أجيب هذه الشخصية لأنها عندها قصة معينة حابة أني أتكلم عنها وياه على البودكاست مالك؟ أوكي. أنا صرت مصوري 10 حلقات لسه عم نعرضهن، وعندي الأسبوع الجاي إحنا مكملين تصوير لأنه كان في عنا عطلة العيد، فإحنا وقفنا. نعم. يعني بهاي العطلة، لكن إحنا مكملين. طلعت لحد الحين 2. نعم. الحلقة الأولى كانت للنجم باسم يوسف، الحلقة الثانية للإعلامي لانا مدور، الحلقة الثالثة مع المهندس اللي بيحكي عن كل ما يتعلق بالتحرر الجيني. نعم. أنس أحمد. وفي عندي كمان كتير حلقات جاي على الطريق في العقارات، في مجال العقارات، في مجال كمان كشخصية فلسطينية، صديقه مصطفى قبلاوي اللي حكينا فيها أكثر عن كونك أقلية عربية فلسطينية موجودة تحت الاحتلال. ففي عندي عدة قصص. نعم. اللي هي أنا بهمني جدا أني ألاقي القصة المؤثرة والملهمة من الشخص بكل تحدياته اللي مرقها بمسيرته، لحتى تقول للمواطن العرب اللي اليوم قاعد وبده بصيص أمل تجاه نجاح وفي أي مشروع كان، إنه فيك إنك تحقق أنت هذا النجاح، لأنه كلياتنا نفشل بشي مرحلة، كلياتنا بنوقع بشي مرحلة، كلياتنا ما بنتوفق بمكان معين، ولكن السعي هو أهم. بالفعل. فالسعي رح يجيب لك نتيجة أفضل، فكل واحد كيف سعى. فكيف أنا بنتقي؟ بختار الشخص اللي فعلا هو أثر فيه كإيمان على المستوى الشخصي، واللي أنا بحس إنه قصته جدا ملهمة وممكن إنها تفيد الآخرين. يا سلام. فأنا ما بدور على كيف إنه بس نجيب ريتنج ونعمل، لا، في عندي على فكرة شخصيات اللي هي مش معروفة، هي من وراء الكواليس. يعني في عندي الأستاذ وائل الحندوس، صاحب شركة ميتك بكل ما يتعلق بمجالات الهاي تك، لكن هو شخصية لحد الآن غير معروف إنه بيشتغل وراء الكواليس، لكن حكينا جدا عن الهاي تك، عن مجال العقارات، عن كيف الواحد ممكن إنه يستثمر، وكل هاي النجاحات، استشارات ضرائب، جمارك في الإمارات، في دبي تحديدا. ففي كتير إضاءات اللي أنا حابة إني أضوي عليها وأشوف الشخصية كيف نشحت في دبي على سبيل المثال. نعم. من وين أجت، كيف طلعت، وكيف قدرت إنها تستثمر بحالها في البداية وإنها تأثر على الآخرين. يعني واضح من كلامك إيمان مدى تأثير البرنامج عليك أو البودكاست والشخصيات والتجارب اللي استضفتيها. بس أنت اليوم ضيفتنا، فأنا بسألك كإيمان اللي بعد كان عندها رحلة نجاح وعندها أهداف تبى تحققها وانطلاقة من دبي، شو التحديات اللي واجهتيها في هذه المسيرة؟
في نقلتي على دبي تحديدا ولا في كل. انت قلتي ان ضيوفك تركزين على شو الاخفاقات او مثلا المطبات اللي طاحوا فيها الى ان وصلوا للنجاح، ما مطباتك كانت شو هي؟ عديده شو، وما زلت يعني بواجه مطبات وتحديات، وهذا جزء لا يتجزأ لانه هي تراكمات النجاح، عمليه تراكميه حسب رايي، وهي بتيجي من بعد ما انه نسقل شخصيتنا بالتحديات، فهي التحديات صحيح. بتخلينا انه فعلا نوقف على اجرينا بطريقه اقوى. يعني انا اهم تحدي كان بالنسبه لي هو السقف اللي انا انحطيت فيه في المنطقه الجغرافيه اللي انا اتبع لها، وهي فلسطين المحتله يعني مدينه الناصره، فهناك في سقف معين للطموحات للاحلام لعدم الامان الموجود، اللي انا كنت كل الوقت بحلم اني انا اعمل bridging the gap مع الوطن العربي، او جسر الهوى مع الوطن العربي، كون احنا مغيبين اعلاميا كنا بشكل كتير كبير، فان انا اخترق كل هذا وان اكون الليله معك ونحكي بهذا الموضوع، هذا ما كان شيء هوين ولا شيء مفهوم ضمنا، لان انا اوصل لوين انا اليوم واصل، واني اشوف انه في ابعاد لقدراتنا، لانه كل انسان في جواته كنز دفين من القوه، ربنا سبحان الله يعني اعطانا اياها، البيئة جدا بتأثر عليه أكيد. فكان ضروري جدا انه بشي محل اني انا اخترق هذا المكان، اني ما اتنازل عنه ابدا، بالعكس انا بتواصل كل الوقت وموجودي كمان هناك، ولكن كيف اني انا اعبر عن رسالتي، عن مين انا، عن شو انا لكل الوطن العربي، هاي كانت واحدة من التحديات، في عدة تحديات. نعم خليني بسألك، انا اليوم الضيوف مثل ما ذكرتي في دولة الامارات يعيش العديد من الفنانين صناع المحتوى المؤثرين، يعني اذا بنعد لن باكر ما بنخلص، قد مثلا واجهت صعوبه بان تقنعين شخصيه معينه ان تعال انا عندي برنامج بودكاست ابى اصور وياك، وواجهتي معاه بعض الصعوبات وكانت ماديه، او هو مثلا رافض فكرة البرامج هذه؟ لحد اللحظة لا، لأنه قبل 3 سنين أنا عملت برنامج نجوم مع إيمان هنا في دبي. نعم. أول ما قدرنا نطلع على دبي أنتجت برنامج على حسابي، هذا هو الاستثمار اللي أنا بحكي عنه، الواحد يستثمر بنفسه، أنتجت برنامج على حسابي نجوم مع إيمان، ما كان بوقتها حدا يعني يعرفني هنا، فإنه كان فيه هاي الصعوبات اللي عم نحكي عنها، إنه مين أنا، من وين أنا، وشو أنا، وكمان كل هذا الخوف إنه التعامل معي، يعني لكوني أنا كمان فلسطينية من الأقلية العربية الموجودة، فكان في صعوبة، كان في خوف معين إنه مين هاي الشخصية اللي فجأة بدأت تحاورنا، لكن اليوم الحمد لله رب العالمين اخترقت هذا الحاجز، و بس يعني انه احكي مع اي ضيف دائما بيكون في تجاوب ايجابي، احيانا ممكن الوقت مش بصالحنا بيكون ممكن ناجل الحلقه لبعدين، لكن الحمد لله اعتقد باعتقادي ايمان يعني لم تكن هناك حواجز، هي كانت تحديات انت عشتيها صحيح واجتزتيها وتعلمتي منها، لين ما شفنا اليوم ايمان عندها بودكاست وفي العديد من المؤثرين. خديجه اكيد طبعا، بس يهمني بعد اعرف ايمان مستقبلا وين تبين توصلين، شو طموحاتك، حلمك، أهدافك، نختم بشيء إيجابي. عندي كتير أحلام وأهداف الصراحة. كم بودكاست حابة تسوين؟ يعني هذا البودكاست أنا حابة إنه كل ما فينا الصحة إن شاء الله نضلنا نكمل فيه، لأنه في عندي رؤية كتير هيك جدية جدا تجاه هذا البودكاست، خاصة بمجال اللي أنا كمان بمتهنه هنا في الإمارات، ولهالقد كمان أنا حاسة وبشعر كمان من كل الزبائن اللي عندي بالعقارات إنه هذا الموضوع جدا عم يلمسني، فحابة إني أدمج ما بين العقارات والبودكاست وكل النشاط العقاري اللي عم بيصير بدولة الإمارات بشكل عام وفي دبي في شكل خاص، إنه أدخلها بشكل جدي جدا في هذا البودكاست، فهي دي واحدة من أحلامي ورؤيتي للمستقبل. إن شاء الله توصلي إن شاء الله. كل التوفيق أكيد لك إيمان بسيوني، إعلامية وصانعة محتوى. نعم. كل شكر وتقدير على هذه المعلومات وهذا الحماس. شكرا لك، شكرا لك. تحبين السينما إيمان؟ سينما؟ تحبين السينما؟ أعمال سينمائية؟ أنا كثير، أنا تعلمت كثير من السينما. يعني تحبينها؟ جدا. خليت شويانا عيال أنت والمشاهدين إيمان، لأن بنتكلم عن السينما بعد هذا الفاصل. مشاهدينا لا تروحوا بعيد. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى ويا مرحبا مليار. بما أننا نتريى الويكند باكر، أكيد يبقى للسينما حضورها ومشاهدة فيلم سينمائي له أجواءه الخاصة وطقوسه حقيقة. وحديث رواد السينما اليوم هو حول إيرادات فيلم غودزيلا إكس كونغ 2 ذا إمباير 2024 اللي تقترب من تحقيق النصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمي. صحيح، اقتربت وبالضبط بالضبط وصلت الإيرادات إلى 488 مليون و330
$250,000 في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 29 مارس الماضي حول العالم لمعرفة أكيد رأي النقاد، أسرار صناعة السينما، صدارة الأفلام العالمية والتقييمات الأخيرة ورأي المختصين. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد السح، كاتب وناقد سينمائي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير، مساء الإمارات الحبيبة، يسعد مساكم مشاهدي كل تلفزيون الزفرة بأي مكان كانوا فيه. حياك الله أستاذ. خبرنا عن هذه النسخة من غودزيلا كونغ 2. نحن تكلمنا أن هي مزيج بين غودزيلا والكينغ كونغ، صح؟ طيب خبرنا عن هذا المزيج. هلأ هاي النسخة الخامسة من السلسلة اللي صاروا عم يدمجوا فيها غودزيلا مع كونغ مع بعض. هي فكرة كونغ قديمة وفكرة غودزيلا قديمة، شفناهم ببداية الألفينات. هاي الشركة عملت سلسلة بدأت تدمج هدول اثنين مونسترز مع بعض بأفلام. هذا الجزء الخامس منهم. يمكن هذا الجزء حقق شوية أرباح أو نجاحات أكثر من النسخة اللي كانت نسخة 1 ب 2021. ليش؟ هذا هو السؤال. هو الفيلم مؤثراته البصرية عالية كتير، بيجذب أكثر شيء خليني أقول الجينيريشن زد، فهو بيجذب الجيل الجديد. وهي النوع من الأفلام دائما بتجذب الجيل الشاب، لهيك هي دائما هي أفلام رابحة والسلاسل فيها مستمرة، والشركات بتراهن رهانات رابحة على هذا النوع من الأفلام إذا كانت عاملة مؤثرات بصرية بتجذب أكثر ما تكون عاملة قصة وحكاية ودراما جميل بعض فانتازيا. أكيد. أستاذ أحمد، اليوم السؤال هنا ما بين هذه الأجزاء الخمسة أو الأربعة السابقة وهذا الجزء من كينغ وغودزيلا، اليوم شو الفرق ما بينه وبين الأجزاء الأخيرة؟ هلأ هو أقرب لجزء نسخة 2021، هو أقرب مختلف شوي عن الأجزاء الثلاثة اللي قبل، لأنه نفس المخرج هو آدم وينغارد، هو اللي أخرج النسخة الأولى والنسخة الثانية. بهي النسخة شفنا أكثر حضور للمونسترز أكثر من الشخصيات البشرية. يعني نحن ما شفنا خطوط درامية، الشخصيات الممثلين عددهم كتير قليل، راحوا أكثر ليفكروا بماضي كونغ وماضي الطفلة جيا اللي اسمها بالفيلم جيا. ومنين هي اجت أكثر، وكانوا مركزين أكثر على مشاعر المونسترز الموجودين بالفيلم. يمكن هذا الشيء حقق نوع من الجذب للمشاهدين. أنت مش عم تعمل تمثيل، أنت عم تعمل جرافيكس فيهم مشاعر. على طاري المشاعر أستاذ أحمد، أتذكر يوم حضرت كينغ كونغ الأوريجينال أنا صحت، أنا بكيت في في السينما وفعلا من قلبي، مع أني لا أتأثر بالأفلام وايد بصراحة لأني ممثلة فأعرف ما يحدث خلف الكواليس، ولكن كينغ كونغ بكاني. طيب أنت ناقد سينمائي، فندخل شوي في الجد، ننقد شوي الإخراج، السيناريو، المشهد، شو رأيك فيه؟ أوكي. الفيلم ما بيعتمد كتير على التمثيل، هو بيعتمد على الأداء، لأنه الممثلين باستديوهات ما في حالات، ما في حالات كتير، أخذوا موضوع التعبير والمشاعر للجرافيكس أكثر. عدد الخطوط الدرامية بالفيلم كتير قليل، ما في خطوط درامية. نحنا حتى الفيلم كلاسيك من حيث يعني خلينا نقول الأكشن الهوليودي المعروف، ما كتير كانوا عم يجربوا كتير بالتفاصيل بأنه بإدهاش المشاهد، راحوا للرياكشنات الكلاسيكية. المفاجأة بالفيلم قليلة شوي. الشخصيات الموجودة بالفيلم هي شخصيات عم تحاول تقدم دورة بما يدفع قصة غودزيلا والكونغ بس، اللي هي الفكرة الخيالية تبع في شيء اسمه الأرض المجوفة داخل قشرة الكرة الأرضية، وهناك عالم من الوحوش والبشر عم يحاولوا يقتربوا منه. ممكن هالرؤية الناقدة تكون نقطة قوة للعمل؟ يعني ممكن القوة بالعمل هو أكثر موضوع الإخراج أكثر، يعني الجرافيكس خلينا نقول. وهم اعتمدوا بنجاحه على فكرة كتير أساسية في فيلم اسمه غودزيلا ماينس ون، لغير شركة لغير مخرج، أخذ أوسكار أفضل مؤثرات بصرية. فبعتقد هذا الفيلم بنى على نجاح الفيلم غودزيلا ماينس وان، فراحت الناس تشوف المؤثرات البصرية بهذا الفيلم بعد ما أخذ ب 2024 غودزيلا ماينس وان الجائزة. يعني خلينا نقول الجرافيك كان عامل أساسي أكيد في نجاح الفيلم. اليوم السؤال هنا، اليوم نحن في وطننا العربي، هل ممكن نقدر نستطيع نصنع أفلام مثل هذه؟ أكيد.
أكيد أنا ما عندي شك أبداً، وبقدرات وبطاقات عربية، وحتى لو كان الإمكانيات أقل شوي، بس أنا مع الليسن ليرنينج، يعني نتعلم من تجربتنا بخبرات ومواهب شباب وصبايا عرب، لأنه في كتير ناس موهوبين، ولكن تبدأ التجربة من قبل شركات الإنتاج العربية، نعمل تجارب لو بداية أنيميشن مع بعدين نروح للجرافيكس ومؤثرات البصرية الأكثر تعقيداً. أكيد ما رح نجيب تجربة هوليود من أول فيلم عربي نعمله، وفي تجارب بسيطة عملت بالعالم العربي، بس أكيد وبدون الاستعانة حتى بخبرات أجنبية، لأنه أنا مع تشجيع الصناعة العربية بالسينما دائما، لأنه ما بعتقد ناقصنا أي شيء، عندنا الطاقات والإبداع أكيد والتكنولوجيا أكيد أكيد كل شيء، إننا نحن نوصل شباب موهوبين ومبدعين وآي تيز وجرافيك ديزاينرز موهوبين، والدعم كتير موجود خاصة في دولة الإمارات. أكيد في دولة الإمارات هذا المجال إن شاء الله قريبا منشوف أفلام بهذا النوع وأحسن كمان بصناعة الإمارات. طيب شو حبيت في غودزيلا إكس كونغ؟ انتقدنا الأشياء، شو أنت حبيت كناقد كعين ورؤية؟ هلأ الأفضل فيه هو حالة يعني أنسنت المونسترز، يعني ناخدهم لموضوع شوي إنساني، إنه هم عندهم مشاعر، صحيح هم في كتير مقاطع من الفيلم هم وحوش وبيصرخوا وإلى آخره، ولكن منشوف كونغ لما عم يقترب منه من عائلته من المونكيز القردة اللي بتشبهه، لما كان عم يبحث عنه مشاعر الحزن اللي بينت ببداية الفيلم على أنه هو وحيد وما عنده ناس مش ناس يعني مونسترز من نفس الكاتيجوري تبعه، فلما كان عم يبحث عنه هذا الشيء شوي جذاب بالفيلم بيعطي، وحتى لما لقى مونكي صغير بمكان معين وكيف عم يتعرضوا للاضطهاد وهو ساعدهم، هذه الحالة شوي أنسنت حلوة. الوحش حلو في نعم. إسقاطات جميلة يعني أكيد. نعم أكيد. أستاذ أحمد لو قلنا لك اليوم قيم هذا الفيلم بعد مشاهدته كم تعطيه من 10 ولماذا؟ أنا مع الآراء الريفيوز اللي شفتها كتير بأكثر من الصنات العالمية أعطته بين 6 و7، إيه نعم هذا الشيء ما أكثر من هيك، لأنه هو فيلم ما عنده كتير مقولة كبيرة عم يقولها، هو عنده حكاية مسلية فيها كتير من الإثارة والتشويق، هو ما هو خيال علمي، لأنه أنا شفت بعض التصنيفات له إنه خيال علمي، لا هو مش فيلم خيال علمي، ما في علم، هو فيلم خيالي، حتى النظريات والأشياء اللي بيقولوها هي ما أنا علمية ولا مبنية على أي مقولة علمية. شو كان ينقص الفيلم؟ يعني هذا النوع من الأفلام شوي ما هو جيد فيه، يعني حالة الوحوش اللي بتهاجم البشر، يعني مؤذي كتير إلي أنا ما بعرف شخصيا لما نشوف الوحوش عم تدمر مدن، يعني بهذا الفيلم مثلا كانوا عم يدمروا روما وعم يدمروا بأهرامات مصر، وأنا ما بحب هاي الحالة، لأنه هاي حضارة بشرية، يعني حتى لو بالخيال ما بحب يتم تدميرها. حتى بالنسخة السابقة دمروا هونغ كونغ ودمروا مانيلا عاصمة الفلبين وإلى آخره، والبشر هم مش يعني أعداد، فكتير سهل أنه يتم تدميرهم وقتل من الأعداد الكبيرة، ما كتير بفضل هذا النوع من الأفلام، لا أكيد ما نوع ماني ما بشجع. طيب إذا يعني نطلق العنان للخيال الحين مع بعض هني في الاستوديو وعطوك فرصة كتابة عمل فانتازي عربي، شو بيكون؟ شو تكون القصة أو تقاطعاتها؟ أنا برجع شوي للتاريخ العربي، ولو أنه مش فانتازي، بس أنا مغرم بالتاريخ العربي وبالشخصيات التاريخية العربية كتير، ما بعرف شو بدي أقولك، يعني حتى بالشخصيات الإسلامية، يعني مش أنا هون مش عم روح على الفانتازيا، ولكن إذا بدي روح على الفانتازيا يعني أنا جزء من أنا لي رواية، فهي في شيء منها فانتازي فعلاً؟ فانتازي، هي بمدينة خيالية بمكان خيالي وشخصياتها خيالية. تعطينا ملخص عن الرواية؟ هي رواية طويلة بتحكي عن مدينة موجودة هيك في بعمق الصحراء إلى طبيعتها الخاصة، وفي اسمها سراديب الوعد، لأنه هم شخصين بيتواعدوا على وعد لتحسين المكان بينهم، أحدهما يغدر بالوعد وبقى ندخل بمتاهات الغدر بالوعد، يعني سراديب الوعد. تمام. تشوف أستاذ أحمد اللجوء للفانتازيا في إنتاج وصناعة السينما مهرب من واقع، أم هو خلنا نقول انفتاح لعالم آخر؟
ممكن يكون هما الحالتين صحيحات، أحيانا بيكون هروب من الواقع وأحيانا لإجراء إسقاطات، وهذه بنشوفها حتى بالمسرح، مسرح أحيانا كتير بيعملوا هاي القصة. ولكن أنا مع الخيال، أنك تروحي للخيال لأماكن بعيدة. بجوز بالغرب بيفتحوا المجال للخيال بمواضيع ما بتخطر ببال، بيروحوا على الفضاء، وحتى هذا الفيلم اللي عم نحكي عنه إلى باطن الأرض، بيتخيلوا أنه في عالم كامل قائم في باطن الأرض. معلش خلينا نروح للخيال أحيانا، ممكن نغير عن الواقع شوي إذا كان في ضغوطات للواقع. شفت بلاك ميرور؟ آه. شو رأيك فيه؟ بس نخبر المشاهدين، قلنا شو هو بلاك ميرور. السلسلة هي أنا حضران منها 4 أجزاء. تمام. بتحكي عن علاقتنا مع التكنولوجيا، مع البلاك ميرور، مع الكمبيوترز والهواتف. سلسلة كتير مهمة. شو رأيك ينصح بمشاهدتها؟ بحلقات البلوك مثلا، ان نحن نسوي بلوك، افهم بس المشاهدين، ان نحن نسوي بلوك حق شخص فهو فعلا يصير لونه ابيض وكانه خيال، ما يقدر يشوفني اذا انا سويت له بلوك، فقط خيال ابيض يمشي من امامه. وحلقه اخرى تتحدث عن انك انت تشوف انا شو فكرت وشو سويت الفترة اللي أنت تحددها. تمام. شو رأيك بهذا الخيال التكنولوجي الفاضح؟ تماما، لأنه نحن هيك بنعمل يعني. هي دائما في مثل النكتة، ماذا لو أنه نحن عملنا نفس الأشياء اللي بنعملها على السوشيال ميديا بالحياة. فهم انطلقوا من هالفكرة البسيطة وعملوا حلقات حلوة كتير، حضرتك عم تذكرينا بأجمل الحلقات هي اللي تمت السلسلة. تماما فعلا هي من أجمل الحلقات بالسلسلة. ونحن علاقتنا اليوم مع البلاك ميرورز، شوف الاسم بلاك ميرورز، نحن كل شاشاتنا لما بتطفي بتصير سوداء، وبتعكس، لأن ميرور بتعكس شو جواتنا، فهو صندوق أسود كمان بداخلنا يعني. كل واحد بموبايلات، وعلاقتنا الكبيرة مع السوشيال ميديا ومع الموبايل كتير، ومع التكنولوجيا ومع الحواسيب يعني، فمهم كتير. حلو الخيال في هذا المجال. طبعاً. طيب. كتابات. نعم. كنت بسأل عن كتابات أنا كاتب أنا كنت بسأل نفس السؤال. أنا كنت بسألك أستاذ أحمد عن كاتب روايات، كاتب كتب، وأيضا كاتب سيناريو ومسرح. نعم. حدثنا عنك يعني، خلينا نختم اليوم. أنا بدأت الكتابة أو النشر بالأحرى، الكتابة من عمر مبكر. النشر كان ب 2016 بديوان شعر كان اسمه كل لغة لي وكل حرف لك. نعم. الديوان الثاني كان أيضا شعر بعنوان لي نعمة في الأرض. بعدين كنت أنا أكتب مسرح دائما، فكتبت مجموعة مسرحية مؤلفة من 4 مسرحيات بعنوان بلا سقف، وبعدها كان في رواية بسنة 2022 بعنوان سراديب الوعد، وهلأ عم حضر لرواية غالبا أطلقها بالإمارات يعني. كل التوفيق لك أستاذ. متذكر شيء من كل اللغات وكل الأحرف لك؟ لأنه جدا جميل. أنا سيء بحفظ شعري جدا، أنا آسف. أنا سأسف جدا بحفظ شعري. وهي ليش ليش أنا أنسى؟ ليش علمت؟ أنا علمت حالي ما أحفظ شعري مشان ما أكرر نفسي يعني. هي واحدة من التقنيات اللي بتعلموها الشعراء، لأنه غالبا شو ذنبنا؟ لازم يكون محضر حقك علي. فغالبا الشعراء بيكرروا أنفسهم إذا حفظوا شعرهم أو حفظوا شعر الآخرين. فأنا علمت حالي أني ما أحفظ شعري مشان ما كرره. برمجت نفسك يعني. أستاذ أحمد، اليوم ذكرت أنك قاعد تحضر لرواية. ممكن تخبرنا شوي عنها ولو رؤوس أقلام؟ طيب طيب. حصريات، نحن يهمنا الحصريات. طيب إن شاء الله إن شاء الله. الرواية عم تحكي عن يعني أنا عم بحكي عن موضوع أثر الكاتب على المجتمع نفسه. قدي هو مؤثر فعلا، الكاتب بينوهم انه هو قادر يأثر كل المحيط اللي فيه. من هالنقطة هاي بنطلق لحكاية عن الأشخاص ذوي الشعر الأحمر. أشخاص ذوي الشعر الأحمر نسبتهم 2% بالعالم. نعم. ما كتير محبوبين بكتير أماكن، فبتكتشف انه عنا كم هائل من الفانتازيا والأساطير الموجودة عن هدول الناس موثقة. وبالقرون الوسطى بأوروبا كانوا يحرقوا ويتهموا بأنهم بالشياطين. في الميثولوجيا السورية أيضا هناك حكايات عنهم. فأنا عم بحكي عن قصة مراهق تعرض للتنمر، كمان قصة التنمر كتير مهمة. أكيد. صحيح. نعم. لأنه شعره أحمر بالبيئة اللي هو موجود فيها، وعلاقة هذا الكاتب مع هذا الطفل، وهل رح يستطيع أنقاذه أم لا. بنشوف الرواية، لازم نقراها إن شاء الله. إن شاء الله. نعود في الختام للشعر الأسود والعالم العربي. كناقد سينمائي بسألك عن التلفزيون العربي والدراما العربية، شو رأيك فيها؟ نحن في 2024. أنا متابع جيد للدراما العربية، وخاصة برمضان يعني، لما بشوف الموسم الرمضاني للمسلسلات. أعتقد خليني بلش بالخليج، في خطوات ذهبية عم تنعمل بالدراما.
كتير مهمة. الصناعة بمصر متميزة جدا، في صناعة درامية، أنا هذا اللي عم طالب جميل. فيه بسوريا، لأني أنا كنت بالوسط الفني بسوريا وهيك، فبعرف تفاصيل، وطالب بوجود صناعة فنية درامية بسوريا وبلبنان. دائما لما بتكون الصناعة موجودة من A to Z ببلد معين وتحقق رغبات الجمهور المحلي بالبداية بتنطلق وبتنجح، وبعدين تنطلق منها للعربية وللعالمية. بعتقد بالخليج العربي اليوم عم نشوف تجارب منيحة كثير وناجحة كثير. أنا شفت كثير أعمال السنة. كم من عشرة؟ أنت ناقد يحق لك أن تقيم، فكم من عشرة؟ أنا آسف إذا ما بدي حط أرقام، خليني أقول الدراما العربية مش الخليجية. لا خليني معلش خليني أقول الكويتية متقدمة لأنه عندها إرث. تمام. الكويتية عندها متقدمة لأنه عندها إرث. الإماراتية والسعودية خلينا نقول اليوم ما بحب الأرقام بس خلينا نقول 7-8 بالعشرة. العربية يعني سعودا بس. سعودا لأنه في طاقات وخبرات مهمة، وأنا بغار أحيانا لأني أنا بحب هذا المجال كتير، بغار لما بشوف تكاليف عم تنصرف على أعمال مش مهمة. لأنه في خبرات وفي طاقات وفي ممثلين وفي كتاب جميلين جدا ومخرجين جميلين جدا، تتوظف مواهبهم بأعمال مش كتير مهمة وما عم يتابعها الجمهور، ونعمل 1000 حلقة و200 حلقة من عمل الجمهور مش متابعه. نعم. ما كتير بشجع. من لك كل التوفيق أستاذ أحمد السح، كاتب وناقد سينمائي، كنت معنا في مسائل الإمارات. كل الشكر لك، شرفت فيكم. شكرا لكل إدارة تلفزيون الظفرة وللمشاهدين، وفرصة سعيدة تعرفت عليكم. أسعد. شكرا لك. شكرا. وصلنا لختام مشاهدينا مع هذه الفانتازيا والأخبار والخيال والواقع والدراما والتلفزيون والسينما. نهاية أسبوع سعيدة أتمنى لها لكم، وأتمنى بعد أن الحلقة نالت على إعجابكم وإفادتكم. يتجدد لقاءنا الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين كونوا بخير. يعطيك العافية خديجة. يعطيكم العافية مشاهدينا على حسن المتابعة. ريونا في الأسبوع المقبل في نفس الوقت أكيد بمواضيع مختلفة، بنكون وياكم. إلى هنا تصبحون على ألف خير.